لكم السيارة هذه تعمل بالبنزين وبالغاز الطبيعي. فلوك برعاية ميشلان فرع ينبع. تحتاج خدمة لسيارتك بجودة عالية؟ مالك غير ميشلان. هلا والله. طيب الآن نسوي تشيك أوت من فندق روتانا العين. إن شاء الله متجهين لأظن جبل حفيد أو شيء زي كذا. هنا الشباب كلهم متجمعين. هذا هو الفندق. خلاص. هنا السيارات جاهزة. هلا والله. طيب للأسف للأسف في خبر مو حلو. شايفين هالكاميرا؟ ها شوف. تمام أمس قاعد أصور هناك في الصحراء. فدخل التراب. والعدسة انهدمت. فما أدري أقدر أصلحها ولا لا. فأعتذر. أعرف صوت الجوبرو ماش. لكن خلاص نكمل التصوير بالجوبرو. أخي عبد الملك. هلا حياك. نور الله. الله يسلمك. قائد الرحلة. وين متجهين إن شاء الله؟ جبل. جبل حفيد. جبل حفيد. في مطل هناك بنروح ان شاء الله. طبعا احنا متواجدين في مدينة العين في ابو ظبي. شوف هنا الدوار يقول لك ايش. مرحبا بك في سفاري العين. خطوتان تفصلك عن افريقيا. حق السيارات اللي في ابو ظبي. هذا باهي. طيب الان زي ما انتم شايفين دخلنا على مدخل جبل حفيد. اعوذ بالله. يا الله والله فجعتني. اختبار الفرامل ها؟ بس ايش رايك؟ لازم تجربها. بس ايش رايك طيب؟ كيف الفرامل؟ رهيبة صح؟ اقسم بالله فراملها كانها فرامل كانها فرامل رياضية صح؟ المسكة جبارة. جبل حفيد. كيف ملفات؟ طبعا قبل شيء ربطنا فرامل تاكدنا ما في سيارات نهائيا. اكيد السيفتي اول شيء. طريق فاضي والله فاضي. تقريبا احنا خلاص وصلنا مطل جبل حفيد هنا في مدينة العين في ابو ظبي. وين يصور كشح لهم كذا تك 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 تك. هنا فريق التصوير جاهزين. الله يعطيهم العافية شباب نيسان صراحة جهد كبير جدا. هلا والله. طيب خلاص وصلنا المطل الان. طبعا قاعد اصور بالجوبرو اذا في مشكله في الصوت انا اسف. يا باهي هلا والله. الكاميرا راحت خلاص خربت العدسه. اي والله دحين شغال على الجوبرو ما ادري الصوت كيف. هنا كلمه باترول شايفين باترول. هنا هاني. هلا. هنا استاذ سامر ما ادري ايش جالس يسوي. اوه تثقف ها تاخذ معلومات ها. يا ساتر. اوه لقينا هنا صاحبنا جالس هنا. هلا والله. اول مره اشوف بس من الامارات. طيب شوفين الاطلال هناك شوفوا. طيب اللي حاب يعرف معلومات اكثر عن هذا الجبل هنا المعلومات. وقفوا الشاشه وشوفوا. تمام. عبد الملك تركني وراح. اوه شاري عفوا يا عبد الملك. تترك خويك وتروح؟ والله حبيبي ما ابغى اشغل معك. طيب انت روح. وين الشباب؟ بيصوروا صورة تذكارية مع الجبل. يا هلا والله. طيب وصلنا الان فندق ايش يا اخو نايف؟ مركور مركير مركيوير مركيور. المهم حنتغدى ان شاء الله. جبين مركيك قائد المركبة اخ نايف. ساري ابو نايف سعودي شفت. سعودي شفت. طيب ندخل الفندق الان. بسم الله. هنا
سلام. يا اخي جماعه نيسان ايش نقول لهم؟ شوفوا رحله وطلعات وفوق هذا الان. اهلا وسهلا. هلا صديقي، كيفك؟ نايف، ايش الهرجة هنا؟ عطور. ايش بتسوي؟ نيسان مع الخشب مع الصندل. هلا شوف هدول انا كل الامكانيات اللي بدي ليش. طيب بدك تحملني شوي، ضبط لي حاجه انت علي شوي. ابغى فواحه مالك مالك. ايوه انت تخلص كيف ما لا ابو عبد العزيز. طيب علينا جينا بنتغدى. شوف البوفيه هنا. هلو. مش في رز هنا، خضروات. اوه ذرة. What is this? Potato. هنا لسه فيش سمك مشاوي سيستيك. طيب اخذنا العطر من اختراعاتي، ليمون مع فراولة اظن، بس الريحة طلعت جبارة. هلا والله. طيب ركبنا السيارة الان راجعين لأبو ظبي، بعد ان شاء الله نشوف كيف الترتيبات للذهاب الى دبي. كما شايفين احنا الان متواجدين في جزيرة ياس، تحديدا عند فندق جزيرة ياس روتانا. بنسكن الليلة هنا ان شاء الله. بسم الله ندخل نوريكم الغرفة. مشكلة فنادق روتانا الاضاءات خافتة، فما ادري كيف تشوفوا. خلينا اوريكم الاطلالة. انا في الدور العاشر ما شاء الله، الإطلالة جميلة. للأسف إيش أسوي؟ ما عندي إلا الكاميرا هذه، كاميرا الجوبرو. نظرة ليلية على جزيرة ياس. طبعا في رطوبة مش كده تشوف الدنيا مغبشة، بس زي ما تشوفوا مدينة هادئة. هلا والله، شايفين أول مرة في حياتي أكوي. يلا الحياة كذا، السفر والله العظيم يعلمك أشياء كثيرة جدا. هذه إطلالة الفندق. هنا عالم فراري، شوف الحلبة هنا، حلبة ياس. هناك عالم فراري. تو استوعب إن أنا ساكن في هالمنطقة. بس نودع أبو ظبي إن شاء الله، إن شاء الله نتوكل على الله إلى دبي. ما اقول لكم ان شاء الله اني ما نسيت شيء، والله ضروري تشيكوا. شوف الصابون الخاص والمعجون الخاص وفرشة اسنان. اعتذر اذا جودة التصوير مش تمام، لاني قاعد اصور بالجوبرو. شوفوا قاعد اصور بالجوبرو. ايش رايكم بالستايل؟ والله لي 4 ايام ما لبست التوب. هنا يطلع مشانه. اهلا وسهلا باخ سنام، يعطيك العافيه والله. ما قصرت، شكرا لك. انا كنت بروح بالتاكسي بس اقترحت علي ايش؟ اروح بالباص. بالباص اوفر. ها اوفر بكثير. يلا هنا المواصلات غاليه شويه فما قصرت، يعطيك العافيه. هلا والله. طيب ركبنا كامري، التاكسي عندهم كامري. This is hybrid no? No, this one uses CNG. طيب والله العظيم انا لو اسكن في ابو ظبي ممكن شهر حتعلم الانجليزي صح. Here all people not told Arabic. Only English. English. Yeah, Arabic شوي شوي. Yeah, شوي شوي. This Arabic country, but all people talk English. Yeah, because many are foreigners and they are not coming from the Middle East. Yeah. والله زي ما أقول لكم يعني أنا لو أجلس شهر هنا وأهرج مع هدولي يعني فين ما تروح يرجون إنجليزي، عربي ما في. فأتوقع إني حافرفر إنجليزي الآن، الإنجليزي عندي مش. المهم السيارة اللي إحنا فيها على كلام الرجال. This car is natural gas. Yes, natural gas. And petrol. And petrol, yeah. يعني السيارة هذه تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي. So you said after 1 week, 2 weeks? 1 week maybe. Okay. ما شاء الله شوف هذه سيارات خاصة بالمطار.
المهم الحساب جاء 21.25 هللة درهم إماراتي. طبعا وصلنا المطار الآن. المطار كان قريب جدا يعني ما أخذ منه حتى 10 دقائق. هنا محطة الباص ما أدري قديش ننتظر الآن. الساعة 2:30 أتوقع الساعة 3 يعني حننتظر نص ساعة. يلا نخوض تجربة ونعطيكم الانطباع نشوف التكلفة الإجمالية كم. على كلام الرجال قال لي لو من فندقك لدبي بالتاكسي 200. طيب زي ما قلت لكم السيارة هذه تعمل بالبنزين وبالغاز الطبيعي. شوفوا اسطوانة الغاز. This is economic, huh? Yes. Okay. Thank you very much. See you. طيب هذه شنطتنا. هنا شوفوا موقف الباص. يعني تجلس هنا؟ لا. أنا بوريكم الآن. Hi. Hello, my friend. How are you? Good. Here waiting? Yeah, waiting. No problem. Okay. طيب هنا منطقة مخصصة للانتظار ومكيفة كل شيء. شوفوا. طيب خلينا نشوف يا ابوي كله بالانجليزي. طيب اشترينا هالبطاقة ب 35 ريال. قيمة المشوار 25 من ابو ظبي لدبي. وقيمة البطاقة 10 ريال. صلاحية البطاقة لمدة سنة. اوكي هذا هو الباص. نحط الشنطة هنا. حطينا الشنطة هنا. والله طيب ركبت الباص الآن. الباص ما شاء الله مريح وبارد. الجو برا مرة حر. ان شاء الله نوصل. على كلام الكابتن الرحلة راح تستغرق تقريبا ساعة واربعين دقيقة. شركة شيفروليه مستودع شركة شيفروليه ولا ايش؟ طيب خلاص نزلنا من الباص زي ما شايفين. هنا الشنطة. هنا في محطة ابن بطوطة. الجو هنا رطوبة مرة زي ما انتم شايفين. اظن المترو هناك